مركبة تتوج الثورة على مقدمة سيارتها يجب أن تكون بلا شك لامبورغيني، وأن تستشعر شكل وقوة القيادة تماما كما تفعل اللامبورغيني هو شيء سهل جدا عندما تصنع سيارة رياضية خارقة، ولكنه ليس سهلا جدا عندما تقوم بصنع SUV خارقة. هذه هي لامبورغيني أوريس الجديدة. أشارت لامبورغيني أنها ستوفر أسرع سيارة SUV في العالم، والأرقام الكبيرة دائماً تعطيك أفضل متعة عند القراءة. تعتمد هذه السيارة على محرك V8 سعة 4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 650 حصان و 850 نيوتن متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس أي جير أوتوماتيكي من 8 سرعات، لتتسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.6 ثواني، وتبلغ سرعتها القصوى 305 كيلومتر في الساعة، لتصبح أسرع SUV في العالم بزيادة تبلغ 15 كيلومتر في الساعة عن جراند تشيروكي تراك هوك. تتوفر أوروس قياسياً بإطارات 21 إنش، ويمكن طلبها بإطارات قياس 22 إنش أو 23 إنش لتكون أكبر حجم إطارات على سيارات SUV إنتاجية. وترتبط بنظام توجيه رباعي العجلات، نظام دفع رباعي مع توجيه عزم دوران خلفي نشط، تعليق هواء تكيفي مع مخمدات نشطة، نظام تثبيت لفة مع استجابة مستمرة وفورية، فرامل من السيراميك الكربوني وإطارات مختلطة التي تجتمع مع بعض لتقدم سرعة قصوى. التصميم الخارجي موضوعي نوعا ما، بعض الناس سوف يحبون تصميم الأوريس والبعض الآخر سيكرهه، ولكنه يبدو دراماتيكيا بما يكفي ليعتبر لامبورغيني حقيقي. تظهر المقدمة بارزة أفقيا بمصابيح على حرف Y، وتوجد فتحات تهوية كبيرة أسفلها من الجانب، حصلت على مرايا جانبية بدلا من الكاميرات، ويبرز فيها انحدار السقف الذي يجعلها تنتمي لفئة SUV كوبي. من الخلف حصلت على مصابيح على شكل Y لتكمل هوية تصميم السيارة من الأمام مع السقف المنحدر ووجود مشتت الهواء يتوسط 4 مخارج عوادم كبيرة مميزة. حافظت لامبورغيني في الشكل الداخلي على هويتها، ولم تقم باستعارة أي قطعة من سيارات مجموعة فولكس فاجن مثل بورش كايين وبنتلي بنتايجا، فقدمت 3 شاشات مختلفة، الأولى للعدادات الرقمية، الثانية لنظام الملاحة والنظام الترفيهي المستعار من أودي A8، والثالثة للتحكم بنظام التكييف والإعدادات الإضافية. فتحات التكييف ذات شكل سداسي، والأزرار مستوحاة من الطائرات الرياضية، ويعم المقصورة الداخلية قماش الكنتارا. يبدأ سعر السيارة من 214 ألف دولار أمريكي أي 858 ألف درهم إماراتي. لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والمشاركة مع أصدقائك للاستفادة من المعلومات، وضغط زر الاشتراك أسفل القناة للمزيد من الأخبار اللانهائية في عالم السيارات مع إنفينيتو جير.